لجنة الوفاق ولكل الأحزاب ولكل من ساهم بإخراج هذا المولود إلى النور وإن كان المخاض عسيرا. هذا أولا. ثانيا لجماهيرنا، أردتم وحدة فصارت، لم نخيب أملكم بالوحدة فلا تخيبوا أملنا بالدعم. كسرنا القاعدة التي تقول اتفق العرب على ألا يتفقوا، وها نحن اتفقنا المولود، وإن تعثرت الولادة ولد. من يكتب له الحياة من الآن هو أنتم. إذن اخرجوا بمئات الآلاف إلى التصويت وردوا على ليبرمان الذي قال اليوم أن هذه القائمة المشتركة هي للقضاء على إسرائيل، فاصفعوه كما يقال بالتصويت لقائمة عربية مشتركة واحدة. ثلاث، بالأمس كنت أفاوض باسم الحركة الإسلامية وكنا نريد لها أكثر مقاعد وكراسي، ولكن الآن كل أعضاء القائمة العربية الموحدة من 1 إلى 120 هم حركة إسلامية، بمعنى أننا كلنا واحد اليوم وكلنا نسعى من أجل إيصال أكبر عدد من أعضاء الكنيسة العرب إلى الكنيسة.